الرابع وصل براج لمثيب بن عجلان الهاجري، وخامسا شلهوب لهشام بن سعيد بن صلاح الجهني. هذه المراكز الخمسة الأولى الفائزة بالشوط الرئيسي الأول. شوط ينطلق وزميلي الزعبي يتواصل في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شكرا للزميل محمد بن بريك المري، كما أشكر مطلق بن علي العنزي. أيها الإخوة المتابعين في كل مكان، هذه انطلاقة شوطنا الثالث المخصص للقاية الكار ضمن انطلاقات هذا المحلي الحادي عشر ومرحلته الأولى. ونبدأ ونتعرف على الضويمر من تحتل المركز الأول لراشد بن سعيد بن راشد النابت المري، تليها على المركز الثاني التواجد هنا في هذه اللحظات من خير الفريج بن راشد الحويطي من يتواجد على المركز الثاني، من غيرت واحتلت المركز الأول في هذه اللحظة. تصلنا من الجانب الأيمن من تتواجد هنا حدث لعبد الله بن علي بن جهيم المري من تتواجد على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، تصل هنا هملولة لمحمد بن حسين بن جرحب المري. أما المركز الرابع فالوصول من هملولة لزايد بن محمد بن زايد المنصوري. ننتقل ونتعرف على المركز الخامس، الضويمر تتراجع إلى المركز الخامس لراشد بن سعيد بن راشد النابت المري من تحتل المركز الخامس. هذه النتيجة يا متابعينا الكرام أيها الإخوة الأفاضل لانطلاقة هذا الشوط ونتيجتنا الأولى للمراكز الخمسة المتقدمة. نعود وإياكم إلى حدث على المركز الأول، ولا هنا التغيير. مشاهدينا الأفاضل من خيرة الفريج بن راشد الحويطي، ومن الجانب الأيمن حدث لعبد الله بن علي بن جهيم المري. المنافسة ما بين هذين التنتين هي المنافسة ما بينها حتى هذه اللحظات. بينما ننتقل للمركز الثالث، من تتواجد هملولة لمحمد بن حسين بن جرحب المري. أما المركز الرابع فالوصول من هملولة لزايد بن محمد بن زايد المنصوري. والمركز الرابع الخامس تصل وتتسلل مشهورة لسعيد بن محمد بن طفله المري، ولكن ينخطف المركز الخامس من الجزيرة لمحمد بن تويم بن علي الهاجري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، وهذا هو جديدها في ندائنا الثاني. 1500 متر على خط النهاية، والأمور هنا ما تغيرت في المركز الأول، ولكن حصل تغيير من حدث عبد الله بن علي بن جهيم المري. الله، حدث ولكن القدوم القوي والسريع مع الجزيرة يذكرنا بالجزيرة المملوكة لهجن الشيحانية. الله يا عشاق الجزيرة، الله يا محبين الجزيرة، الله هذه الجزيرة. محمد بن تويم بن علي الهاجري من يتواجد مع الجزيرة على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث يتحرك الحويطي في هذه اللحظات مع خير فريج بن راشد الحويطي. وعلى المركز الرابع الوصول من سمحة لراشد بن زيد بن ديله المري. وعلى المركز الخامس تتقدم هنا عروبة لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. نعود إلى أهل يبرين هنا على المقدمة على صدارة هذا الشوط. يا السلام، شعار براهين براهين براهين، هذا هو شعار براهين المعروف، هذا هو شعار ايضا مدينة يبرين ايضا المتواجدة في المملكة العربية السعودية. نعم، منطقة يبرين يا بن جهيم. السلامات، هل تعبر الحدود؟ ولكن بنديله مع سمحة، أهالي الشيحانية مشاهدينا الكرام يحتفظون على السلامات ويسيطرون على هذه السلامات. هذه سمحة راشد بن زيد بن ديله المري صاحبة نقاط، ولكن أعاد بن جهيم مرة أخرى. يالله
الحويطي، الحويطي كذلك أهالي تبوك، ولكن أهالي يبرين. يا سلام 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 مشاهدينا الكرام لبرهاني وأهلها، وهذا شعار برهان، هذه حدث أيضا تسجل هذا الحدث. تهانينا من هذا المكان إلى منطقة يبرين في المملكة العربية السعودية على هذا الفوز، وتهانينا لبن جيم على هذا الناموس. المركز الثاني وصلت خيرة لفريج بن راشد الحويطي، المركز الثالث تصل سمحة لراشد بن زيد بن ديلة المري، والمركز الرابع وصلت معركة لعبد الله بن راشد الزقيب المري، والمركز الخامس وعد لحربي بن حمد بن هيان العامري. هذه مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام 6 دقائق 6 ثواني 88 جزءا من الثانية. تهانينا من هذا المكان نزفها التهاني إلى المملكة العربية السعودية وبالأخص إلى منطقة يبرين وإلى عبد الله بن علي بن جهيم المري على فوز حدث وتحقيقها بهذا التوقيت الحدث. يتسجل التوقيت الزمني الأفضل مع حدث المملوكة لعبد الله بن علي بن جهيم المري. تهانينا له والناموس. أما المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من وصلت في المركز الثاني؟ هذه هي مشاهدينا ومتابعينا الكرام خيرة 6 دقائق 7 ثواني 80 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لفريج بن راشد الحويطي. أما المركز الثالث 6 دقائق 7 ثواني 82 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سمحة راشد بن زيد بن ديلة المري. انطلاقة شوطنا الرابع.